مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. لقانا معاكم بيكون مرتين أسبوعيا، الجمعة والأحد من الخميس حتى الساعة 6 مساء، والإعادة بتكون السبت والاثنين في تمام الساعة 9 صباحا بإذن الله. بنحاول دائما من خلال الدين والحياة نكون حلقة وصل حقيقية ما بين الدين والحياة، إزاي نحن من خلال ديننا نعيش حياة سليمة طبقا لتعليم ديننا، وفي نفس الوقت من خلال حياتنا وإحنا عايشين في الدنيا دي إزاي نقدر نخدم ديننا. في نفس الوقت بنكون حلقة وصل ما بين الناس اللي عايزة تقدم الخير مش عارفة تقدمه لمين وإزاي، ويكون مصدر ثقة للي هتقوم بمساعدتهم سواء بمساعدات مادية أو معنوية، وفي نفس الوقت حلقة وصل ما بين أصحاب الخير والناس اللي محتاجة الخير مش عارفة توصل لأصحاب الخير إزاي، يوصلهم إزاي، إزاي يقولوا لهم عايزين مشكلة في توفير منزل، عملية إحياء وتجديد للمساجد من خلال الدين والحياة. بنحاول نكون حلقة وصل زي ما قلت ما بين الطرفين من خلال مجالات عديدة، في اللي عايز يجوز ولاد ويجهزه، اللي عايز بيت يقويه ويستره، في اللي عايز عنده بيت ولكن محتاج سقف يقويه من حر الصيف وبرد الشتاء، في ناس عندها مساجد وربما يكون المسجد الوحيد الموجود في القريه ومحتاج عمليه احلال وتجديد له. وبالتالي احنا سعداء لما بنستقبل مشاكل حضراتكم وبنعرضها بالصوت والصوره، دايما بنقول ان الصوت والصوره اقرب طريقه للاقناع وللصدق. من خلال حلقتنا النهارده هنقول لكم معانا ايه، ولكن خلونا في البدايه نرحب بضيفنا الكريم والعالم الازهري القدير استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر الدكتور صبري عبد الرؤوف. اهلا بيك دكتور صبري. اهلا بك ومرحبا بالساده المشاهدين والمشاهدات. قبل بقى ما نقول معانا ايه النهارده بالصوت والصوره، خلونا في البدايه نتكلم عن الدين والحياه، ازاي فعلا نستخدم ديننا في ان احنا نعيش حياه سليمه ويكون في منفعه متبادله ما بين الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ما استحق أن يولد من عاش نفسه فقط، فالإنسان مدني بطبعه يعيش مع ابناء مجتمعه، يتعاون الجميع في بناء هذا المجتمع، الكل يتعاون، لا فرق بين إنسان وإنسان، ولكن كل يتعامل على حسب استطاعته وعلى قدر طاقته يؤدي ما عليه في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلقنا لنعمل، وأمرنا الله عز وجل بالعمل، فقال جل شأنه: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. إذن ربنا خلقنا مش عشان ننام وعشان نستريح، ولكن عشان خاطر إيه؟ عشان نجد ونجتهد لنعمر هذا الكون ونستثمر خيراته ونستخرج ثماره سواء كان من البحار أو من الأرض، وكل ما في الأرض وكل ما في الحياة فيها طيب إن شاء الله، وفيها خيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى. نعم. طب استاذ بس نشوف مع بعض بس اول تسجيل معانا، ولسه هنكمل مع الدكتور صبري عبد الرؤوف. معانا مسجد الرحمه بقريه الحريه مركز ذكرنس بيد اهليه، عندهم مشكله ان هذا المسجد هو المسجد الوحيد اللي موجود في القريه، هذا المسجد قايل السقوط محتاج عمليه توسعه ايضا في عمليه الاحلال والتجديد. نشوف مع بعض مشكله هذا المسجد وازاي نقدر نساعد بسرعه اهل القريه في عمليه احلال والتجديد له، مع بالتاكيد نصائح الكليه بنستفيد منها من عالمنا الازهري القدير دكتور صبري عبد الرؤوف. نشوف مع بعض مسجد الرحمه واحنا موجودين مع حضراتكم. اتفضلوا. ايها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم من هذا المكان الطيب العام المبارك من قرية الحرية مركز ذكرنس محافظة الدقهلية لمعاينة مسجد الرحمة بهذا المكان وهذه البلد. والمسجد في الحقيقة لما عاينا المسجد وجدناه في مسيس الحاجة إلى التجديد، لأن مساحة كبيرة جدا جدا من المكان مهدرة، والمكان صراحة يعني آهل بالسكان، ومكان محاط بالمساكن من كل ناحية، والمسجد يعني رأيناه هو المسجد الأوحد في هذا المكان. نعم.
المسجد يعتبر هو الاول في القريه وعلى الطريق. وزي ما انت شايف كده المسجد في حاجه للتوسعه، لانه يعني في حواليه مساحه كبيره ومحتاجين ان احنا ندخلها في المسجد. المسجد ده الوقت كان يعني يعني هايل للصوت كله من تحت، والقبله بالذات والله كان حديدها باين تمام. فسقف المسجد سيادتك زي ما انت شايف هايل الصوت، فمقفول ما حدش بيصلي فيه. المسجد ده احنا نشأنا ولقناه، طبعا اتعمل بالجهود الذاتيه، وكان في دار تحفيظ قران بنيجي نتعلم فيها. لما وقع علينا السقف من فوق ما عادش حد بيجي حتى دار تحفيظ قران، قدام منه حتت سكنيه يعني لو اتضمت للمسجد هتكبر مساحته. فبالناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا، بنناشدهم ان هم يساعدونا فيه. المسجد ده يعتبر هو المسجد الام في القريه. المسجد بيظهر علينا واحنا بنناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا وساعدونا. شفنا مع بعض مشكلة أهالي قرية الحرية ومسجد الرحمة اللي هو قايل السقوط، حالته متردية جدا، يعني الحيطان متهالكة، الواحد حتى يخاف يصلي في هذا المسجد. طب خلينا بقى نحن بنتكلم عن بنصرف على عملية البناء، عملية إحلال وتجديد المساجد، شنطة رمضان، مواد الرحمن، مساعدة الفقراء. ما هو الفضل الذي يعود علينا كمسلمين لو أنفقنا أموالنا على المساجد دكتور صبري؟ إيه اللي يميز الإنفاق على المسجد عن أي مصرف آخر؟ أولاً المسجد هو بيت كل المسلمين، يدخله الفقراء والأغنياء، يدخله الأمراء والخفراء، يدخله كل إنسان كبير والصغير. إذن هو مأوى لكل إنسان، ولذلك رغب الإسلام في أداء صلاة الجماعة. لماذا؟ حتى تردد الإنسان على بيت الله في اليوم 5 مرات، يلتقي مع أخيه المسلم، يتشاور، يتعاون، يتناصح، يعرض مشكلته، عنده حاجة مشكلة يبقى مين اللي هيحلها له؟ المسلمين اللي في المسجد يتعاونون مع بعضهم عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والمسجد هو أفضل شيء في هذه الحياة. لماذا؟ لذلك ربنا قال إيه؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبين الله عز وجل فضل من يرتاد هذه المساجد وفضل من يعمل على تعميرها، فقال جل شأنه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا المسجد هو الذي خرج القادة والأمراء والعظماء والذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم الصحابة بعد ذلك. شوفنا مثلا عبد الله بن عباس رب الشباب، اتربى هذا الشاب اتربى في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، زيد بن ثابت، أسامة بن زيد، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان. يعني إذا الدور لم يكن للصلاة فقط، يعني نعم. المسجد كان ليه دور في حياتنا كمسلمين هو أساس الحياة. نعم. المسجد في أي مكان يأوي إليه الناس من خلال المسجد نتعرف على ديننا، ومش دينك بس، ازاي تتعامل مع الاخرين، ازاي تعطف على الفقير، ازاي تمد يد العون والمساعده المحتاج. يعني ولذلك نجد الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لنا ايه: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره، من فرج كرب مسلم فرج الله عليه ايه كربه في الدنيا والاخره. اذا من اعان مسلما في الدنيا اعانه الله يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. إذن المسجد مش للصلاة بس، واللي فاهم كده بغلطان. عشان كده واجب على المسلمين جميعا أن يتعاونوا وأن يتضامنوا في عمارة بيوت الله عز وجل. طب أنا هنا بقى بتوقف على فكرة الإعمار، هو إعمار المساجد هل هو مقصود بيه عملية حلو وتجديد فقط، ولكن الإعمار ممكن إحنا لا إن إحنا نروح المسجد ونعمره ونقعد فيه ونرتاد المسجد؟ الإعمار مقصود بيه عمارة المسجد تكون أولا ببنائه، ومن هلتقص به إزاي أخش إزاي. لازم البناء مع المترددين على هذا المسجد. ليه؟ لأن مسجد بلا عمار فيش منه فايدة، عمار مش لاقيين مساجد ما لهمش فايدة، ولذلك الاثنين بيكملوا بعض.
يعني معنى مزدوج. نعم. البناء والارتياد. إيه؟ نعم. إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بناء المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. عايز أكتر من كده إيه بقى؟ نعم. طب احنا هنشوف مع بعض تاني مسجد الرحمة بقرية الحرية، مركز ذكرنس بالدأهلية. هذا المسجد هو المسجد الوحيد اللي موجود في القرية، آية للسقوط، محتاج عملية توسعة بجانب الإحلال والتجديد. هنشوف مع بعض الحالة المتهالكة، وده بيت من بيوت ربنا. مين المسؤول عن هذه الحالة؟ هل جهة بعينها ولا احنا كلنا المسؤولين عن اللي هنشوفه دلوقتي؟ نشوف مع بعض مسجد الرحمة ونرجع على طول مكملين مع حضرتك. اتفضل. المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم من هذا المكان الطيب العام المبارك من قرية الحرية مركز ذكرنس محافظة الدقهلية لمعاينة مسجد الرحمة بهذا المكان وهذه البلد. والمسجد في الحقيقة لما عاينا المسجد وجدناه في مسيس الحاجة إلى التجديد، لأن مساحة كبيرة جدا جدا من المكان مهدرة، والمكان صراحة يعني آهل بالسكان ومكان محاط بالمساكن من كل ناحية. والمسجد يعني رأيناه هو المسجد الأوحد في هذا المكان. المسجد يعتبر هو الأول في القرية وعلى الطريق. وزي ما انت شايف كده المسجد في حاجة للتوسعة، لأنه يعني فيه حوالي مساحة كبيرة. ومحتاجين ان احنا ندخلها في المسجد. المسجد ده الوقت كان يعني هايل للصوت كله من تحت، والقبلة بالذات والله كان حديدها باين. تمام. فسقف المسجد شتك زي ما انت شايف. هايل الصوت. مقفول، ما حدش بيصلي فيه. المسجد ده احنا نشأنا ولقناه، طبعا اتعمل بالجهود الذاتيه، وكان في دار تحفيظ قران بنيجي نتعلم فيها. لما وقع علينا السقف من فوق ما عادش حد بيجي حتى دار تحفيظ قران. قدام منه حتت سكنيه، يعني لو اتضمت للمسجد هتكبر مساحته. فبنناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا، بنناشدهم ان هم يساعدونا فيه. المسجد ده يعتبر هو المسجد الام في القريه. المسجد بينهار علينا، واحنا بنناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا. دايما بقول ان الصورة ما بتكذبش. شفنا الحالة المتردية ليها، وعايزين نعرف بقى هل جهة بعينها هي المسؤولة عن اعمار وصيانة كل المساجد، ولا في ناس تانية المفروض تكون مسؤولة؟ مين المسؤول يا دكتور؟ ان كل انسان عالم بهذا المكان ويعلم ان المسجد في حاجة لمساعدة هو مسؤول امام الله عز وجل. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كلكم راع وكل راع مسؤول أمام الله عن رعيته. وبعدين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: خير الناس أنفعهم للناس. يعني معناها إيه؟ أهتم بالمسجد ليه؟ المسجد زي ما قلنا يربي لنا القادة، ويربي لنا الرجال، ويربي لنا النساء الفضليات المتزمينات الملتزمات، ويربي لنا جيل ينفع المجتمع، ويكون يربي لنا الشباب. الشباب اتربوا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى يد الصحابة بعد ذلك والتابعين. في كل زمان ومكان الإسلام يهتم بالشباب. ليه؟ حتى لما جه الرسول عليه الصلاة والسلام بالدعوة الإسلامية أول من حالفه الشباب. لماذا؟ لأن عقولهم نقية. لكن الكبار السن قالوا إيه؟ إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. العادات والتقاليد غلبت. انا واجدادنا كانوا على كده. نعم. لكن الشباب شغلوا عقولهم وفكروا شويه وامنوا برسول الله ووقفوا بجوانب الرسول عليه الصلاه والسلام ودافعوا عنه. ولما كان الرسول بيبني المسجد كان يتعاونوا مع المسلمين في بناء المسجد بنفسه. كان يحفر الارض بيديه ويحمل التراب على كتفيه. يعني ما هيش مساله اشراف فقط، لا ده كان شارك في عمليه البناء نفسها. ليه بقى؟ لان اي مسؤول ايده بايد اللي شغالين، ايده بايد العاملين، يبقى ان شاء الله يجدوا ويجتهدوا ونرفع البناء عاليا وباسرع ما يمكن. لماذا؟ نعم. ان شايفين الكبير بتاعنا بيشتغل معانا ومهتم ومشرف عليه ويشتغل معانا. عشان كده على الانسان ان يتعاون ويفعل الخير حيثما كان الخير.
طب اهالي قريه الحريه عايزين بقى واحنا بنعمل عمليه الاحلال والتجديد وعمليه الصيانه المستمره له، عايزين كمان مصلى للسيدات، ده كان مطلب من مطالبهم. نعم. فائده وجود مصلى للسيدات في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده ايه يا دكتور؟ اولا الاسلام عمره ما بخص النساء على الرجال. في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه دور تاني، ما كانش فيه مصلى للنساء، عمل ايه؟ خلى الرجال في الصفوف الاولى، الاطفال بعد منهم، النساء خلف الايه؟ خلف الرجال. يعني الرسول كان مخصص مكان للسيدات ليه؟ حتى يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعن الى نصائح الرسول والى احاديث الرسول. ليه؟ المراه ما فيها تتعلم منين؟ كيف تتعامل مع زوجها؟ كيف تربي اولادها؟ كيف تحافظ على اولادها؟ كيف تعيش مع جارتها؟ كيف تتعاون مع المجتمع الذي يعيش فيه؟ كيف تكون أداة فعالة، أداة بناء، لا أداة هدم؟ نعم، الكل يعمل على البناء والتعمير ولا يكون أداة هدم وتدمير. إذن من خلال مسجد يعيش المجتمع آمنا مطمئنا سليما بعيدا عن التطرف وبعيدا عن الحلال وبعيدا عن كل شيء سيء يغضب الله عز وجل او نعم. يسيء للمجتمع. نعم، وبرضه يعني معنى التطرف من ناحيتين، لا التطرف والناحيه الارهابيه اللي ممكن تلعب في دماغنا، وفي نفس الوقت كمان عدم الانحراف والبعد عن الدين. تعالوا مع بعض نشوف تاني مشكله اهالي قريه الحريه ومسجد الرحمه بمركز ديكيرنس بالدقهليه، هو المسجد الوحيد الموجود في القريه، هذا المسجد قايل للسقوط، محتاج عمليه توسعه، محتاجين مصلى للسيدات. هنتابع مع بعض تقرير سريع، ودايما بقول ان الصورة اقرب طريقة للاقناع. شوف مع بعض. ايها المشاهدون الكرام، مرحبا بحضراتكم من هذا المكان الطيب العام المبارك من قرية الحرية مركز ديكيرنس محافظة الدقهلية لمعاينة مسجد الرحمة بهذا المكان وهذه البلد. والمسجد في الحقيقة لما عينا المسجد وجدناه في مسيس الحاجة إلى التجديد، لأن مساحة كبيرة جدا جدا من المكان مهدرة، والمكان صراحة يعني آهل بالسكان، ومكان محاط بالمساكن من كل ناحية. والمسجد يعني رأيناه هو المسجد الأوحد في هذا المكان. المسجد يعتبر هو الأول في القرية وعلى الطريق. وزي ما أنت شايف كده المسجد في حاجة للتوسعة، لأنه يعني في حواليه مساحة كبيرة. نعم. ومحتاجين إن احنا ندخلها في المسجد. المسجد ده الوقت كان يعني يعني هايل للصوت كله. من تحت والقبلة بالذات. والله كان حديدها باين. تمام. فسقف المسجد ستك زي ما انت شايف. نعم. هايل الصوت. مقفول، ما حدش بيصلي فيه. المسجد ده احنا نشأنا ولقناه، طبعا اتعمل بالجهود الذاتيه، وكان في دار تحفيظ قران بنيجي نتعلم فيها. لما وقع علينا السقف من فوق ما عادش حد بيجي حتى دار تحفيظ قران، قدام منه حتت سكنيه يعني لو اتضمت للمسجد هتكبر مساحته. فبنشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا، بنناشدهم ان هم يساعدونا فيه. المسجد ده يعتبر هو المسجد الام في القريه. المسجد بينهار علينا، واحنا بنناشد اهل الخير ان هم يقفوا معانا. شاهدنا سويا اهالي قريه الحريه وهم بيشتكوا ان المسجد الوحيد اللي عندهم في القريه مسجد الرحمه قايل للسقوط، حتى كان في دار لتحفيظ القران وقع على الناس، محتاجين عمليه توسعه سريعه لهذا المسجد. وكل ده طبعا بيتوقف طبقا لمساهمات ومساعدات حضراتكم لينا. طب دكتور صبري، خلينا في البدايه نتكلم عن بالقران والسنه، ما هو الدليل على ان مصرف المصارف زكاة المال والصدقات الجارية هو عملية اعمار المساجد وعملية احلال وتجديد لمثل هذا المسجد؟ ربنا سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية اجزاء، وقال جل شأنه: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي وابن السبيل، وقال فريضة من الله والله عليم الحكيم. مصارف الزكاة ثمانية. المصرف السابع من مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله. مصرف ايه؟ في سبيل الله. ومصرف في سبيل الله يعتبر أوسع المصارف الإسلامية. ليه؟ لأنه يشمل كل ما يتعلق تحقيق مصلحة
لأبناء المجتمع فهو في سبيل الله. إصلاح الطرق، بناء المساجد، بناء مصلى السيدات، بناء أماكن لتحفيظ القرآن الكريم، بناء مدارس، بناء مستشفيات، زراعة الأرض، البور، وإعانة الإيه؟ كل دي منفعة عامة للناس. كل ده يبقى يعتبر إيه؟ في سبيل الله. هذا المصرف بقول من أوسع المصارف الإسلامية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالإيه؟ بالأهم ثم المهم. بدأ بالأهم هو الفقير. الفقير لا يملك شيئا أصلا. المسكين عنده بس اللي عنده ما يكفهوش. زي ما نحتاج مثلا 20 جنيه كل يوم وبيكسب 10 أو 15 مثلا. يبقى لابد من إيه؟ من التعاون. إذا لو ذكرنا إحنا مصارف الزكاة 8 هنحتاج وقت. لكن نعم. هنختصر الآن ونناشد الجزء أهل الخير. الجزء الخاص بقى بالمسجد. نناشد نعم. أهل الخير. نقول لهم يا مسلمين بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى أنعم الله عليكم بنعمة فاشكروا الله على هذه النعمة. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. أنتم تشكروا ربنا وتسهمون في بناء المسجد أو مسجد زي اللي بنتكلموا عنه دلوقتي دوت. وأهل الخير بينشدوكم أن أنت تعاونوا معاهم في إقامة صرح المسجد وبناء المسجد وتجديد المسجد وعمارة المسجد. نعم. فلكم أجر عظيم عند الله. بل إن هناك أجر آخر كمان غير الزكاة. ده يعتبر من الصدقات الجارية. ليه؟ لأن طالما المسجد به ناس بيصلوا ويمتد هذا بعد كده سنوات وسنوات وسنوات حتى نعم. يرث الله الأرض ما عليه. اللي بنى المسجد في الأول هو إيه؟ الدال على الخير كفاعلك. نعم. هيفضل الخير منتشر كده حتى يرسل الله. يعني إذا الخير ممتد. الثواب ممتد حتى النهاية يعني. نعم. حتى الممات. نعم. نعم. وعديم للذكر الرسول يقول إيه؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. أول حاجة إيه؟ صدقة جارية. يبقى الصدقة الجارية لا تنقطع عنه أبدا. وهو في قبره. لكن الاجر بايه بيوصل له طول ما الناس بتصلي وطول ما بتقرا القران الكريم في هذا المسجد هو بياخد ثواب. نعم. يبقى ان شاء الله بيصل الخير. طيب. الى من ساهم او اسهم في بناء المسجد او عمارته. والله حتى بلمب الكهرباء. طيب الناس زمان كانوا بيتقربوا لله سبحانه وتعالى ما كانش فيه كهرباء لمبة جاز لا كان بيقضوا شمع يدوا الشمع المساجد كان الفانوس وهناك يعني عمارات انواع كثيره جدا من ممكن الانسان ان يسهم بقدر استطاعته. طب دكتور صبري في مثل او الصلاه في مثل هذا المسجد اكيد نحن بنصلي فيه ما فيش لا خشوع ولا تركيز كلنا بنصلي بالذات في حاجات بتقع الحيطه عندنا دار لتحفيظ القران الكريم وقعت علينا وبالتالي احنا بنصلي بدون تركيز. اهميه الصلاه بتركيز وخشوع وورع في مسجد المساجد اكيد ده مش متوفر لاهالي قريه الحريه. يعني بالله عليك مسجد حاله زي ما انت زي ما شفنا كده. نعم. الناس يخش يصلي وهو مطمئن ازاي؟ اللي بيخش يصلي يعني خايف مرعوب ويا رب استر يا رب سلم لغايه ما خلص صلاه. اذا هو مشغول بالصلاه ولا مشغول بالحال المسجد اللي هو لا فيه؟ لا مركز على السقف ويحسنوا عليه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما لقى واحد بيصلي وكان يعبس بيده يمينا ويسارا عمال يعدل في هدومه الناحيه دي مش عارف ايه كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر اليه وقال للصحابه هذا الرجل لو خشع قلبه لخشعت جميع جوارحه. شفت الغد قد ايه بقى؟ لو خشع قلبه لخشعت جميع فالدخل يصلي والسقف بيقع عليه او البياض عمال يتساقط عليه شويه بشويه او شايف المسجد يعني ما فيه تشققات هيصلي هو يعني ما فيش تركيز في الصلاه. طب هما برضو قالوا يعني دي بقى النقطه الاخيره هنتكلم فيها في الفقره دي. هو بيتكلموا على دار تحفيظ القران الكريم اتهدت عليهم. نعم. اهميه وجود دار تحفيظ القران الكريم والثواب الذي سوف يعود علينا كمسلمين لما يكون في دار لتحفيظ القرآن الكريم. نعيد مرة أخرى اللغة العربية لأهميتها، شبابنا يقرأ القرآن الكريم بلغة سليمة، كل ده فايدته إيه علينا بقى؟ زمان كان أي واحد من الزعماء كلهم اللي موجودين على الساحة واللي ماتوا وانتقلوا رحمة الله والقدام كلهم نعم. تعلموا فين؟ في الكتاتيب. في الكتاتيب، والكتاتيب كانت في المسجد. واخد بال سيادتك؟ المسجد ده كان في مكان لتحفيظ القرآن الكريم. لما يخش الولد يتعلم قراءة القرآن الكريم ويحفظ شيء من القرآن الكريم وبعدين بيعلمه لحد تاني يفضل كده يتعلم ده ويعلم كل واحد يتعلم في المسجد ده هو. نعم. وعلم آخرين حتى لو في غير المسجد يصل الأجر إلى الأساس اللي هو المكان الذي تعلم فيه.
كل معلم علم علما ورث علما ورث حفظا للقرآن الكريم، كل هذا يصل إليه النفع العام ويظل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، يعني العملية مش محددة بوقت معين، لا، ده سيدنا النبي اللي بيقول ولسه قايلين الحديث. نعم، إذا مات ابن آدم قد عمل صدقات جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. احنا مستمرين لسه مع حضراتكم، هنطلع فاصل اعلاني سريع وراجعين لسه مكملين نشوف طلبات حضراتكم ايه مننا. بنحاول دايما نكون حضرتك تواصل ما بين الناس اللي عايزه تقدم الخير وفي نفس الوقت ما بينها وما بين الناس اللي محتاجه الخير. رجعت لكم بعد الفاصل. لقاءنا بيكم بيكون مرتين اسبوعيا، جمعه واحد من الخميس حتى الساعه 6 مساء، والاعاده بتكون السبت والاثنين في 9 صباحا باذن الله. بنحاول دايما نكون حلقه وسط ما بين الناس اللي عايزه الخير والناس اللي صاحبه الخير وبتقدر تقدمه. هنشوف مع بعض مشكله خاصه بقريه نجع العربان. اهالي هذه القريه عندهم مشاكل كثيره جدا، ولكن اهم مشكلتين عندهم هي عدم وجود مياه نظيفه يقدروا يشربوها لغايه دلوقتي، لغايه النهارده في 2020 في قريه محرومه من كوب ماء نظيف، وفي نفس الوقت عندها مشكله ثانيه لا تقل اهميه عن مشكله عدم توفير الميه، وهي ما عندهمش بيوت تأويهم، اسقف لبيوت تسترهم. هنشوف مع بعض ونشاهد مشكله اهل نجع العربان من عدم وجود مياه نظيفه ليهم وعدم وجود اسقف لبعض البيوت وعدم وجود بيوت من اساسه. نرجع بقى كده نعرف دورنا احنا ايه كمسلمين واحنا عايشين، هل احنا مسؤولين عن عدم سترهم؟ هنشوف بعد التقرير. مأساة كبيرة وما يعرفش قيمة النعمة إلا اللي اتحرم منها، ناس إمكانياتها محدودة وده الحال عشان يقدروا يشربوا ويعيشوا، وكل واحد له كمية محددة تكفيه هو وأسرته، وطبعا مستحيل تكفي. فرصة نغرز الخير ده ونكون سند وعون ليهم. أنا محتاجة نارة المية والحمام دي، مفيش حدا والله بشرب المية، شربة المية بشرب، بس حتى تعمل لكم ميه. عايزه ميه وعايزه اسفل البيت ده هو واعمل له حمام نظيف. ده غير بيوت تقريبا واقعه او مهدومه، بس للاسف مفيش بديل ومفيش مكان يحتموا بيه الا كده. عند البيبان متكسره، بنام وحاطه ورا الباب دي طوبه، ورا الباب اللي نايمه فيه طوب، بجيب الحاجه بتبوظ علي. عايزه بس الثلاجه احط فيها الاكل، وانت بدون حطا في الحته دي. انت شفت بعينك وده واقع، وكلنا لازم نتكاتف ونساعد، وخير الناس انفعهم للناس. خلونا نكرر اللي اتقال في التقرير. شفت بنفسك الوضع، عندهم مشكلة في عدم توفير كوب ماء نظيف لغاية عندهم، وانتم متخيلين طبعا تلوث المية في عملية النقل وصعوبته وتكلفته قد ايه على اهالي هذه القرية نجع العربان، بالاضافة ايضا الى عدم وجود اسقف للبيوت تأويهم وتسترهم. خلونا في البداية نتكلم عن المية. الثواب الذي يعود علينا احنا بقى لما نساهم في توفير كوب ماء نظيف للناس دي، احنا يعني بنتكلم في ضروريات وليست كماليات، اهميه الماء ايه في حياتنا يا دكتور؟ طبعا اللي ربنا قال ايه في القران الكريم؟ جعلنا الماء كل شيء ايه؟ حي. اذا الماء اساس الحياه، يشرب منها الانسان، الحيوان، الطير، منه الزراعه، منه البناء، منه كل شيء. ما فيش مجتمع يمكن يستغنى عن الماء ابدا. ولاهميه الماء عند الناس، سيدنا عثمان رضي الله عنه كان في المدينة بئر يمتلكها واحد يهودي،
وكان مسيطر وكل يوم يغلي الأسعار على المسلمين. فسيدنا عثمان راح تفاوض مع اليهودي واشترى هذا البئر، وفاهمين بأنه هياخدها يتاجر بيها عشان إيه، طبعا كل ده بسعر معين. نعم. فكروا أن سيدنا عثمان هياخدها عشان يتاجر. سيدنا عثمان اشترى مية من اليهودي، من البئر من اليهودي. وقال يا رسول الله لقد جعلتها لله عز وجل. فسيدنا رسول قال إيه، ما ضر عثمان بعد اليوم. النهاردة ما فيش ضرر هيقع على سيدنا عثمان أبدا. ليه؟ لأنه فعل شيئا مش ينفعه في حياته بس، ولكن حتى يرث الله الأرض من عليها. ليه؟ لأن برضو من الصدقات الجارية، إنها صدقة جارية إيه؟ إذا مات ابنه انقطع ماله من صدقة جارية. صدقة جارية كده ينتفع، طالما في انتفاع والبئر بيطلع مية والناس يشربون هذا الماء، فلو طب اللي بيوصل مية بقى لهؤلاء الناس الغلابة إيه؟ يبقى جزاه الله كل خير. ليه؟ من يسر على معسر يسر الله له في الدنيا في والآخرة، من فرج كرب مؤمن فرج الله عنه في كربه في الدنيا والآخرة، من إيه؟ من أعان مسلما أعانه الله في الدنيا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا فين من سنة رسول الله؟ إحنا فين من كلام سيدنا رسول الله؟ إحنا فين من منهج القرآن الكريم اللي قال لنا وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبعدين آيات كثيرة تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات أي حاجة تنفع المجتمع، تعود على المجتمع بالنفع العام، تيسر على الإنسان، تزيل همه، تفرج كربه. نعم. من فرج كربه مسلم فرج الله كربه. وهيفرج كربه بإيه؟ بإدخال المية، توصل المية النظيفة السليمة حتى لو صاب بالأمراض، وحتى نربي المجتمع بصحة طيبة. نعم. وينشأ أبناؤنا ليكونوا شبابا هم رجال المستقبل. نعم. يتحملون مسؤولية هذا المجتمع من بعدنا وهم في أمن وأمان، ويدعون لكل من يسر لهم الخير بإذن الله. طب دكتور صبري، من القرآن والسنة الثواب الذي يعود علينا من كمصرف المصارف زكاة المال والصدقات في مسألة توفير وصلاة مياه نظيفة لأهالي قرية ناجع العربان. نعم. أولا ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب خذ من صدقة تطهرهم، يعني النهاردة الإنسان التعبان عنده ضيق في النفس، مش بيضيق نفس، لا ضيق يعني متضايق نفسيا تعبان في حياته، بقول له تصدق وفرصة أمامك أهو أنك أنت تعاون وصل المية إلى هؤلاء الناس، ربنا وصلك الخير لغاية عندك. فرج كرب هؤلاء الناس، ربنا فرج كربك. اعمل الخير من أجل هؤلاء الناس. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يرغب المسلمين في إيه؟ في العمل الصالح. وربنا قال لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المجتمع لا يمكن أن ينشأ وينهض إلا بالتعاون. نعم. نريد أن يكون أبناء المجتمع كإنسان واحد كجسد واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم. أنا برضو هتوقف على فكرة لما ننفق ونسعد الآخرين ده سوف يعود علينا وعلى نفسيتنا. هنتكلم في هذه النقطة بالتفصيل، لأن كتير قوي تقعد معهم يقولك أنا مهموم، أنا متضايق، البيت مولع حريقة، العيال مش فالحة، أنا متضايق، أنا عندي اكتئاب. ربما يكون فعلا ان مساهمتنا في مثل هذه الاعمال يزيل هذه المشكلات. خلينا مع بعض نشوف تاني ناجع العربان ومشكله عدم توفير مياه نظيفه للبيوت، بالاضافه ايضا الى عدم توفير بعض المساكن لبعض اهالينا هناك، او موجود مساكن ولكن بلا اسطح او اسقف. شوف مع بعض مشاكل اهالي ناجع العربان وراجعين مع حضراتكم، ابقوا معانا حتى النهايه. كبيرة وما يعرفش قيمة النعمة إلا اللي اتحرم منها، ناس إمكانياتها محدودة وده الحال عشان يقدروا يشربوا ويعيشوا، وكل واحد له كمية محددة تكفيه هو وأسرته، وطبعا مستحيل تكفي.
فرصة نغرز الخير ده ونكون سند وعون ليهم. أنا محتاجة نارة المية والحمام ده، مفيش حدا والله بشرب المية، شرب المية بشرب. عايزة بس حتى تعمل لك المية. عايزة مية. وعايزة أسفل البيت ده هو وأعمل له حمام نظيف. ده غير بيوت تقريبا واقعة أو مهدومة. بس للأسف مفيش بديل ومفيش مكان يحتموا بيه إلا كده. عند البيبان متكسرة، بنام وحاطة ورا الباب دي طوبة، ورا الباب اللي نايمة فيه طوب. بجيب الحاجة بتبوظ علي. عايزة بس تلاقي أحط فيها الأكل. وأنت بتقولوا أبطل في الحتة دي. أنت شفت بعينك وده واقع، وكلنا لازم نتكاتف ونساعد، وخير الناس أنفعهم للناس. شاهدنا سويا ناجع العربان وأهليها بيشتكوا من عدم وجود مياه نظيفة ليهم أو أسقف البيوت تأويهم. طبعا حل هذه المشكلات بيعود في الأول وفي الآخر على مدى مساعدات حضراتكم لينا والمساهمات والمشاركة السريعة في إنقاذ الناس دي من الأمراض والأوبئة. خلونا في البداية برضو نتكلم في النقطة دي على فكرة الستر، ستر المسلم والمسلمة إيه يا دكتور صبري، وثوابه عند ربنا لما نبقى إحنا سامحين بوجود أهلينا وإخواتنا نايمين بلا أسقف تحميهم وتأويهم. يعني بيت يأويه، يأوي إنسان، أي كان الإنسان بغض النظر عن حاله إيه، طالما أنه تعبان يبقى إحنا لازم نكون في عون ذلك الإنسان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان هذا الإنسان يعيش في إيه، مع الحر أو مع البرد، طيب ما جزاء من يقيه حرارة الصيف وبرد الشتاء؟ له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن يسر على إنسان في الخير وأزال همه وفرج كربه. الإنسان اللي عايش ده تحت السقف ده مع الشمس المحرقة، نعم، وينزل عليه المطر، واخد بالك، يبقى هذا إنسان يعيش في كرب دائم، يعيش في هم وغم. طيب احنا شغلتنا ايه؟ دورنا ايه في الحياة؟ ان احنا نأكل ونعيش ونعيش لنفسنا فقط؟ لا يا اخي، الاسلام امرنا بان نتعاون جميعا حتى نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ما آمن بي، خلي بالك من الحديث، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. طيب امال اللي كسع عريان ده بقى دي حكمه ايه؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث القدسي عن رب العزه تبارك وتعالى، حديث قدسي، يقول ايه؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يقول الانسان يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين؟ يقول اما علمت ان عبدي فلان استطعمك، طلب منك طعام يعني، فلم تطعم؟ اما انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقيني. يقول له يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول له أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ ومثل برضه اللي ما عندوش مية وعايز مية هوصله مية. عبدي استكساك استكسوتك فلم تكسوني. يقول له يا ربي وكيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ يقول له أما علمت أن عبدي فلانا استكساك فلم تكسه؟ أما إنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي. يعني إذن ربنا عاتب الإنسان الذي يعلم بحال هؤلاء الناس وعنده القدرة والاستطاعة على مد يد عود المساعدة، ولكنه لا يساعد ولا يمد يده إليهم. يا أخي الكلمة الطيبة، حتى الكلمة الطيبة مش الفعل بس، الكلمة الطيبة صدقة، والدال على الخير كفاعله. ما تقول واحد يا أخي ده في المكان الفلاني في كذا، يعني افترض واحد ربنا موسع عليه ولكن ما سمعش البرنامج ده، هيعرف حال الناس دي منين؟ لكن انت لما تروح تقعد معه تقول له مثلا ده في كذا وكذا وحال مسجد كذا، يبقى انت كانك خدت شاركته في الثواب. نعم. من هنا نجد ان البناء المجتمع لا يمكن ان يعيش على فرد واحد، وانما يعيشوا بالتعاون والتضامن لجميع ابناء المجتمع حتى يكون الكل في امان وسلام. يعني دكتور صبري، حتى اللي ما شافش البرنامج وكان بيتابعنا وما عندوش القدرة المادية ان هو يساهم ويساعد في سرعة حل هذه المشكلات، ممكن هو يشوف لو حد ان هو يقول للناس يا جماعة ده في مسجد محتاج كذا، ده في قرية محتاجة كذا، يبقى له الأجر نفسه. يبقى له الأجر نفسه بالظبط كده. لكن ما يتفرج علينا في البرنامج ويسكت، لا، انت تتفرج عشان ايه؟ عشان تعرف ان في مشكلة وتسعى الى حلها.
ده سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما لقى واحد مهموم في المسجد بيقول له مهموم ليه؟ قال له علي دين لفلان وحان وقت السداد وانا استطيع سداد الدين. قال له طيب اتاذن لي ان اكلمه فيك خارج من المسجد؟ فراح ماسكه قال له انت رايح فين؟ انت مش معتكف؟ انا نسيت انك معتكف وانك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له والله لم انسى ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد فيه قلبي وغرقت عيناه بالدموع. قال له سمعته ويقول من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له بان جعل الله له منزلة عالية يوم القيامة. من مشى في حاجة أخيه ليقضيها له جعل الله منزلا عاليا في الجنة. طب إذا كان ليه ماشي عشان يقضي المصلحة؟ طب ما تقضيتش. العبرة بالإيه؟ بالنية. بالنية. يعني عايز تقول لي هنا إن حل أو المساهمة في حل مشكلات أهالينا وأخواتنا دول أهم من الاعتكاف. يعني ما هو ده سيدنا النبي بيقول له من مشى في حاجة أخي ليقضيها له كان ذلك خيرا له من اعتكاف 10 سنين. واخد بالك أنت؟ يبقى تمشي في حاجته في مصلحته. افرض ما تقضيتش. أنت رايح ليه؟ عشان تحل مشكلته. بتكلم إنسان عشان إيه؟ عشان تضر وما فعلش. خلاص أنت عملت اللي عليه. نعم. لكن أنت تعلم وتسكت أنت مسؤول أمام الله يعني عز وجل. يعني هحصل على الثواب يا دكتور صبري دي نقطة مهمة جدا يعني حتى لو أنا ما قدرتش أعمل الخير ده بس أنا على الأقل شاركت بشكل إيجابي في نشره وإعلام الآخرين أنا سوف أحصل على الثواب ما دام كانت نيتي كده. الدلع على الخير كفاعله. طيب ربنا قال لنا وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طب نشوف مع بعض تاني اوجاع قريه نجع العربان عندهم مشكلتين اهم من بعض وفي مشكله فيهم عندهم مش ميه يشربوها نظيفه ونرجع تاني نقول بقى طب غسيل والكلى والكبد وتبهدل ليه والمستشفيات والغسيل وما فيش اماكن للغسيل طب ما من البدايه نحن نوفر ميه والوقايه خير من العلاج. النقطة الثانية ما عندهمش بيوت تقويهم واللي عنده بيت ما عندوش سقف. هنشوف مع بعض نجا العربان سريعا ومشكلاته نرجع تاني نشوف هل المشاركة في حل هذه المشكلات يعود علينا بالفرحة والبهجة والسرور والبركة. نشوف مع بعض نجا العربان. مأساة كبيرة وما يعرفش قيمة النعمة إلا اللي اتحرم منها. ناس إمكانياتها محدودة وده الحال عشان يقدروا يشربوا ويعيشوا وكل واحد له كمية محددة تكفيه هو وأسرته وطبعا مستحيل تكفي. فرصة نغرز الخير ده ونكون سند وعون ليهم. أنا محتاجة نضارة المية والحمام دي مفيش حدا والله بشرب المية شربة المية بشرب عايزه ميه وعايزه اسفل البيت ده هون واعمل له حمام نظيف. ده غير بيوت تقريبا واقعه او مهدومه بس للاسف مفيش بديل ومفيش مكان يحتموا بيه الا كده. عند البيبان متكسره بنام وحاطه ورا الباب دي طوبه ورا الباب اللي نايمه فيه طوب بجيب الحاجه بتبوظ علي. عايزه بس تلاقي احط فيها الاكل وانت بتقولوا حطها في الحته دي. انت شفت بعينك وده واقع وكلنا لازم نتكاتف ونساعد وخير الناس انفعهم للناس. طبعا حل هذه المشكلات بيعود في النهايه لقرار حضراتكم اللي بيتفرج علينا هيكتفي بالمشاهدة ولا يعمل زي ما ضيف الكريم دكتور صبري عبد الرؤوف قال لا يعني شارك بشكل إيجابي سوف تحصل على الثواب حتى لو ما حدش اتبرع حتى لو ما حدش تواصل مع الناس اللي محتاجة الخير دول. طب خلينا نتكلم بقى عن البركة. البعض يقول لك ده احنا في زمن صعب أو ما فيهوش بركة الفلوس بتطير العيال مش فالحة ده احنا عندنا اكتئاب ونفسيتنا تعبانة. دكتور صبري البعض بيقول ان صدقات الجارية وإن الإنفاق من زكاة المال والإنفاق في مثل هذه الأعمال لا بيعود بالنفع علينا وعلى حالتنا النفسية وعلى أولادنا. ده ربنا يا أخي سبحانه وتعالى اللي بيقول لنا في القرآن الكريم بيقول سيدنا النبي خذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقول حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حصنوا أموالكم بالزكاة ودوا مرضاكم بالصدقة.
بقول للناس اللي اهل الخير طب جربوا خلي انسان مريض ويروح للطبيب وياخد العلاج ويتصدق. خلي بالك انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعض الناس فاهم انه يتصدق وما يروحش للطبيب. لا، ما خلق الله داء الا خلق له دواء فتداوى يعني ناخد بالاسباب وتصدق. عندك مشكله روح اعمل خير. انت مريض زهقان متضايق فرج عن كرب انسان شوف النتيجه ايه. يعني تخلي السعاده للاخرين يعود عليك بالسعاده. الانسان دكتور كما يدين يدان، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يمد. افعل ما شئت فكما الخير تعمله ربنا سبحانه وتعالى يعلم به ويعلم بسريره نفسك. فالله سبحانه هو الذي يعطيك الاجر على هذا العمل الطيب المبارك ويجعله مباركا ان شاء الله. اخلص دينك يكفيك العمل القليل، هكذا يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ولو بجنيه ولو بعشر جنيه بقدر ما استطيع ان شاء الله. من يساهم في توصيل الميه، من يساهم في عمل السقف، من يساهم في بناء مسجد، من يساهم في الانفاق على مريض، على تفريج الكرب، كل هؤلاء لهم اجر عظيم عند الله ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طب البعض بيقول احنا محتاجين في وقتنا النهارده ان احنا نطهر مالنا، فيرد عليهم الناس يقول لك ايه؟ ليه؟ هو احنا مالنا حرام؟ يعني لو انا حتى على يقين ان كل قرش بحاول على قدر الامكان طبعا هو يكون حلال، هل احنا فعلا فكره محتاجين بشكل او باخر في الوقت اللي احنا عايشين فيه دي مع الفلوس دخلت في بعضها بشكل او باخر، ان احنا نطهر مالنا باستمرار والانفاق على هذه المنشات جزء من تطهير مالنا؟ يعني مسألة تطهير المال دي مفهومها غلط. لأن ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم. نعم. إذا كان ربنا بيقول خذ من تطهرهم، هم كان مالهم حرام على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن ده طبعًا كلام فاضي، ولكن معناها إيه؟ إنك أنت ربنا وسع عليك، أنعم على غيرك، وسع على غيرك، مد إيدك لغيرك، تعاون مع الآخرين، شوف ربنا النتيجة هتكون إيه؟ وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ربنا سبحانه وتعالى عايزنا كلنا نتعاون ونتقي الله في أموالنا. المال بتاعنا ده خلي بالك مش بتاعنا إحنا أصلا، إحنا ربنا جعلنا وكلاء على هذا المال، جعلنا أمناء على هذا المال. إن تصرفنا في هذا المال على حسب ما أمر الله عز وجل بارك الله لنا فيه وزادنا الله مالا على أموالنا. نعم. وإن بخلنا من يبخل فإنما يبخل إيه؟ بيبخل على نفسه هو. ده معناه إن إحنا عشان كده هنتحاسب على المال، يعني لو المال بتاعنا طب هنتحاسب عليه ليه؟ دي ما فكرة ربنا هيحاسبنا، أنفقنا مالنا إزاي؟ بدليل إن لو في إنسان مسرف مبذل للمال بتاعه الإسلام أباح لأهله الحجر عليه، عشان إيه؟ عشان نحافظ على المال ده. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ده ربنا اللي قال كده. وليس بعد كلام الله كلام. ربنا قال وآتوه من مال الله الذي آتاكم. طيب يبقى المال ده استخلفنا الله فيه، جعلنا أمناء على هذا المال، يبقى لازم نتصرف على حسب ما ربنا أمر. ربنا أمرنا إيه؟ إننا نخرج الزكاة. طب أدينا الزكاة والمجتمع محتاج إلى حاجة في الصدقات، يبقى فعل الخير، مد يد على المساعدة، نطعم الجائع، نكسي العاري. يعني يا دكتور هيك عايز تقول إن التكافل الاجتماعي اللي ديننا طالبنا بيه لو تم بشكل سليم وصحيح مش هنشوف اللي احنا صور بنوريها لحضراتكم دي ابدا والله. ولو ان شوف الايه بتقول ايه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. بقول للمجتمع كده اعملوا خير كده وانتظر النتيجه من الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا يوسع علينا ازاي. طيب. ويفرج كربنا ازاي ويريحنا ازاي في حياتنا ويجعلنا فرحين مسرورين مبسوطين دايما. طب دكتور صابر دايما السؤال ده بيجي لي، طب انا اطلع الفلوس في السر بحيث ان انا ما يقولوش انا بتفشخر وبتمنظر قدام الناس، ولا ان انا لا اطلعها في العلن قدام الناس عشان ابقى قدوه ليهم؟ هل انا يعني فكره انا احصل على الثواب في الدنيا ده بيقلل من الثواب في الاخره ولا لا؟ ده يرجع الى نيتك انت فيها. ربنا قال ايه بقى؟ ربنا حاسم القضيه دي لنا، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. يعني معناها ايه؟ لو انا اعرف ان ناس ربنا موسع عليهم وعندهم مقدره على التعاون مع ابناء المجتمع ويكفلوا اليتيم وكذا وكذا وكذا
وعايز احسهم على هذا الفعل. انا ما بعملش كده قدامهم رياء، لكن بعمل كده قدامهم عشان خاطر ارغبهم في فعل الخير. لما اعمل هم يعملوا زي، يبقى انا في الحته دي ايه، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ابقى قدوه. يبقى انا ايه، فعلت الصدقه، عملت الصدقه كهرا واتكلمت عنها، مش عشان التباهي والتفاخر، لا بالعكس، ولكن لكي يعمل الاخرون على ان يفعلوا مثل ما افعل. يبقى كده كلنا نتعاون في الخير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر ضيف الكريم العالم الازهري القدير استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر الدكتور صبري عبد الرؤوف. بشكرك دكتور صبري. العفو يا فندم، بارك الله فيك. بشكرك، ويا ريت فعلا نكون ايجابيين، مش بس تتفرجوا علينا، لا، حتى اللي مش قادر يساعد ويساهم ينشر ويشارك في رساله الاعلاميه المحترمه اللي بنقدمها لحضراتكم. بنحاول دايما نكون حلقه تواصل ما بين الناس اللي عايزه تقدم الخير وخايفه يتنصب عليها، الناس اللي معاها الخير مش عارفه تروح لمين، والناس اللي محتاجه الخير ومش عارفه توصل للناس دي ازاي. طب يا جماعه احنا عايزين ميه، عايزين بيت يسترنا. فبشكر جدا جدا اللي بيشاهدنا وبيشارك معانا في الدين والحياه، سواء اللي بيقدم الخير او اللي عايز الخير. بكده خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم في حلقه قادمه من الدين والحياه، مع تحياتي انا احمد عبدون.